بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العضل عن معقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب العضل أي في النكاح، والعضل هو منع المرأة من أن تتزوج بكفء لها رضيته، كفو رضيته، هذين الشرطين. والعضل محرم، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والعضل يكون في التزويج، ويكون في الرجعة من طلاق، فلا تعضل المرأة وتمنع من كفء لها رضيت به، لما في ذلك من الظلم لها. نعم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الآية. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر التكفير. وفيه في رواية البخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. نعم، هذا هو العضل، أن تمنع المرأة المطلقة من أن يراجعها، المطلقة دون الثلاث الرجعية، تمنع من أن يراجعها زوجها. لا تعضلوهن، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى. حلف معقل بن يسار ألا يمكنها من الرجوع إليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه، وأن يتركها ترجع إلى زوجها. نعم. وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. نعم، هذا شروط المنع العضل في الرجعة: إذا كانت راضية به وهو لا بأس به في دينه ولا في عرضه، فإنه يحرم منعها من الرجوع إليه إذا أراد أن يراجعها. نعم. وهو حجة في اعتبار الولي، حجة في اعتبار الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الأمر إلى معقل أخي المرأة، ولو كان ليس له ولاية عليها لما احتيج إليه، لما احتيج إلى رضاه. نعم. باب الشهادة في النكاح. الشهادة، حكم الشهادة في النكاح، يعني في عقد النكاح، في عقد النكاح.
فالإشهاد على النكاح شاهدين على العقد أمر واجب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. نعم، البغايا يعني الزواني، اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، ينكحن أنفسهن بغير بينة. فيشترط في الرجعة أن يكون لها ولي يتولى إرجاعها إلى زوجها. نعم. باب الشهادة في النكاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، وأن الوقف أصح، وهذا لا يقدح، لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه عن النبي، هذا المرفوع. والموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما كان من كلام التابعي. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله. نعم، روى الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بهذين الشرطين يصح العقد إذا كان المنكح ولي للمرأة، العاقد لها ولي لها بنسب كأمه وأخته ومن له ولاية عليها. نعم. وشاهدي عدل، وشاهدي عدل على العقد، شهود عدول على العقد، على عقد النكاح، ولا يجوز أن يعقد لها بدون شهود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الدارقطني. فإن تشاجروا، كان لها أولياء واختلفوا بينهم من أجاز أن تتزوج ومن منع أن تتزوج، أولياؤها اختلفوا في ذلك، فإن وليها السلطان، والسلطان يراد به نائب السلطان كالقاضي والأمير، من له ولاية من قبل السلطان عامة، ولاية عامة يدخل فيها ولايته على المرأة إذا اختلف أقاربها وعصبتها وهي تريد الزواج. نعم. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. نعم، النكاح الذي ليس عليه شاهدان عدلان عند العقد هذا نكاح السر، يعني غير معلن، ولو أنه رفع إلى عمر شيء من هذا لرجم هذا الزوج، لأن العقد غير صحيح بكونه بغير شاهدين،
فهو عقد باطل. نعم. باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. الكفاءة يعني اشتراط الكفاءة النكاح، وهي المساواة بين الزوج والزوجة في الدين والنسب والرضا بينهما. نعم. باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة. نعم. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أباها أنه زوجها من ابن أخيه، وهي لم ترضى بذلك، ليرفع بذلك خسيسته، أي يرفع اللوم عنه، يرفع اللوم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، أعطاها الخيار بين الإمضاء والرد، فقالت: قد رضيت به، وإنما أردت أن أبين أنه لا سلطان للنساء، للرجال على النساء، يعني لا يجبرونهن، يعني لا سلطان، يعني لا إجبار، وإنما تؤخذ إذن المرأة، فإن كانت بكرا فهي تستحي إذنها صمتها، إذا صمتت ولم تعترض فهذا إذن منها، وأما الثيب فتستأمر، يعني يطلب منها أن تعلن رضاها بالزواج، يؤخذ أمرها في ذلك، إن رضيت به أجيز، وإن لم ترض به فإنه يرد. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. لأمنعن، وكان خليفة له الأمر، لأمنعن تزوج ذوات الأحساب، تزوج ذوات الأحساب، والحسب هو المنزلة، هو المنزلة في النسب وفي الدين وفي الشرف، هذا الحسب، هذا هو الحسب، فلا تزوج امرأة لها حسب رفيع من إنسان وضيع، لأنه ليس كفءاً لها. نعم. لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. نعم. إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه، دينه وخلقه، لأن لا يكون أحمق، يكون خلقه طيبا ليس فيه حماقة. إذا أتاكم، يعني خطب منكم، هذا خطاب لأولياء النساء، إذا أتاكم من ترضون دينه أول شيء وخلقه
بأن لا يكون سيء الخلق، فصار فيه شرطان: دين وخلق. فزوجوه إلا تفعلوا، يعني إلا تزوجوه مع خلقه وحسبه، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يعني يحصل فساد في الأعراض وفتنة من مما يحصل من المعارضات وتعويق الزواج من ذوات الأكفاء التي رضيت بالزوج وهو مساو لها في دينه وخلقه. تحصل إذا لم يتزوج تكون فتنة، اختلاف وشجار وفساد كبير، وربما يحصل زنا. والزواج عصمة من الزنا، ففيه مصالح عظيمة للزواج، فيه مصالح عظيمة: إعفاف المرأة وإعفاف الزوج وطلب النسل والقوامة على المرأة، القوامة على المرأة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء، لهم القوامة عليهن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. تأكيد قال: وإن كان فيه، يعني وإن كان فيه شيء من لوم الناس وكلام الناس فيه، لا ينظر إلى هذا، لا ينظر إلى هذا، إنما لأن هناك حسدة وهناك نمامون فلا ينظر إليهم، ينظر إلى الواقع. نعم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. حديث حسن، الحديث الحسن هو ما نقص شرط الصحيح يكون حسنا. وبعض العلماء يقول إنه داخل في الصحيح، لكن الترمذي هو أول من فرق بين الصحيح والحسن. حسن صحيح، حسن من طريق، وصحيح من طريق آخر. هذا معنى قول الترمذي حسن صحيح، يعني جاء من طريقين: طريق حسن وطريق صحيح. وقوله غريب معناه من تفرد بروايته واحد، الغريب هو ما تفرد بروايته واحد، هذا يسمى بالغريب، وهو من قسم الصحيح، صحيح غريب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. نعم، لأنه ذو خلق رفيع، وهو مولى، هو مولى يعني عتيق لامرأة من الأنصار. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه مشهور، قال عمر رضي الله عنه: لو كان سالم حيا لاستخلفته، فهو ذو مكانة في الإسلام، وما ضره أنه عتيق ومولى. هذا معنى سالم مولى
أبي حذيفة، هو ليس مولى لأبي حذيفة، ليس عتيقا لأبي حذيفة، وإنما هو عتيق لامرأته لزوجته. نعم. وعن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن ابن عوف تحت بلال، رواه الدارقطني. نعم، أخت عبد الرحمن بن عوف القرشي مع بلال الحبشي رضي الله عنه. بلال من أفاضل الصحابة، وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سادات المسلمين، مع أنه حبشي، عبد حبشي. فليس النظر إلى مكانة الإنسان في نسبه أو حسبه، وإنما النظر إلى دينه. فهذا بلال تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. باب استحباب الخطبة للنكاح. الخطبة بالضم. نعم. إن الحمد لله. نعم. في فرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة هي خطبة النساء، وأما الخطبة فهي الكلام الذي يلقى على الحاضرين، هذه خطبة. نعم. فرق بين خطبة وخطبة. نعم. باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج. يعني يستحب أن يتقدم العقد الإيجاب والقبول، أن يتقدمه خطبة الواردة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخرها. نعم. وما يدعى به للمتزوج. ما يدعى به للمتزوج، يقال: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، وذكر تشهد الصلاة، قال: والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. هذه خطبة الحاجة. نعم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات، ففسرها سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية، رواه الترمذي وصححه. هذه خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه استغفره ونتوب إليه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقاطع الرحم ملعون، كما قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم
وأعمى أبصارهم فقاطع الرحم ملعون والعياذ بالله. نعم. وعن إسماعيل ابن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه أبو داود. دل هذا على أن التشهد في الخطبة ليس بشرط، إنما هو سنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، إذا رفأ يعني هنأه، هنأه بالزواج. كانوا في الجاهلية يقولون بالرفاه والبنين، يقولون بالرفاه والبنين. النبي صلى الله عليه وسلم استبدل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. فهذا يستحب أن يقال للمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم. وعن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناه في رواية له: لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا: بارك الله لها، بارك الله لها فيك وبارك لك فيها. نعم. هذا عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، روى هذا الحديث أنها تترك دعاء الجاهلية للمتزوج ويستبدل، لأن بالجاهلية يقولون بالرفاه والبنين، استبدل هذا بقوله: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. اي نعم. اذا وكل الزوجان الزوجة والزوج واحدا يعقد لهما، يتولى طرفي العقد، يتولى طرفي العقد نائبا عن الزوج ونائبا عن الزوجة. نعم. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان ممن شهد الحديبية، يعني وقعت الحديبية، من شهد وقعت الحديبية. نعم. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته ب100,000. رواه أبو داود. نعم. هذا فيه أنه لا بد من الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فلا بد من الصداق، فلا تتزوج امرأة رجلا بدون صداق،
فإن لم يسمى في العقد فإنه يفرض لها مهر مثلها، يفرض لها مهر مثلها من النساء، أي تسمى بالمفوضة. نعم. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. ذكره البخاري في صحيحه، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو في بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد. نعم، يتولى الإيجاب والقبول لنفسه. نعم. باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. نكاح المتعة هو الزواج المؤجل بأجل، تزوجها يتزوجها بمدة معينة، فإذا انتهت تفرقا. كان هذا موجودا في الجاهلية ووجد في الإسلام، ثم نسخ، ثم وجد بعد النسخ، ثم نسخ في غزوة الفتح، فتح مكة، نسخ إلى الأبد، فلم يبقى زواج متعة إلا عند الشيعة. الشيعة يعملون به إلى الآن زواج المتعة، وهو منسوخ، ولا يجوز العمل بالمنسوخ. نعم. باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ألا نختصي، لأن الخصي ليس له شهوة، إذا قطعت خصيته لم يبقى له شهوة، فعرضوا أن يختصوا رضي الله عنهم حتى لا يقع منهم فساد. نعم. فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا. والخصي لا تبقى له شهوة للنساء، ولا ينبت له لحية، وإذا خصي وله لحية تساقطت لحيته وبقي أمردا. نعم. فقلنا: يا رسول الله، لا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم رخص بالمتعة للحاجة. نعم. أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، بالثوب يعني صداق لها. نعم. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية، متفق عليه. لأن ابن عبد الله بن عباس لا يرى نسخ المتعة، يرى أنها باقية. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يرى نسخ المتعة، بل يرى أنها باقية. نعم. وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي الناس قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. رواه البخاري. أي نعم، أنها للحاجة، أن المتعة للحاجة. نعم. وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما، يعني زوجاتهم، أو ما ملكت أيمانهم، أن التسري إما بالزواج وإما بالتسري بالمملوكات. نعم.
حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. رواه الترمذي. هذا يدل على أن ابن عباس يرى أن المتعة منسوخة، ولكن الصحيح أنه باق على رأيه فيها وأنها لم تنسخ. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. متفق عليهما. اي نعم، لكنه نهى عنها ثم أباحها ثم نهى عنها ثم أباحها يوم فتح مكة. نعم. فابن عباس يرى أنها باقية. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. عام أوطاس يعني سنة الطائف، غزو الطائف. أوطاس عند الطائف، مكان عند الطائف. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: اي نعم، منعها ثم أباحها ثم منعها ثم منعها إلى الأبد. هذا هو الصحيح، أنه منعها إلى الأبد. نعم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا منه. فليخلي. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواهن أحمد ومسلم. لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لأن استقر لها المهر فلا يسترجعه. نعم. وفي لفظ عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. رواه أحمد وأبو داود. إيه نعم، فهي منعت ثم أجيزت ثم منعت ثم أجيزت ثم منعت إلى الأبد في حجة الوداع. نعم. باب نكاح المحلل. المحلل هو الذي يتزوج لا بقصد النكاح، وإنما ليحلل المطلقة لزوجها. إذا طلقت ثلاثا، الله جل وعلا قال بعد الثالثة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوجا غيره، هذا يسمى المحلل. إذا فعل هذا من يفعله لأجل التحليل هذا حرام، وهذا هو التيس المستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه. لعن الله التيس المستعار الذي يتزوج المطلقة لا رغبة فيها، وإنما لقصد أن يحللها. المطلقة ثلاثا، أن يحللها لزوجها، هذا ملعون ولا يجوز تحليل. نعم. وللإمام شيخ الإسلام بن تيمية كتاب
اسمه كتاب الدليل على تحريم التحليل، إقامة الدليل على تحريم التحليل. نعم. باب نكاح المحلل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وللخمسة إلا النسائي. واللعن يدل على أن ذلك كبيرة، لا يكون اللعن إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وللخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه والحاكم. نعم. باب نكاح الشغار. النكاح الشغار هو الخالي من المهر، الشغار هو الزواج الخالي من المهر، من شغر المكان إذا خلى، شغر المكان إذا خلى، شغرت الوظيفة إذا لم يكن عليها أحد، خلت من الموظف. الشغار هو الخلو، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا شهد في النكاح شاهدان لا يصليان، هل تصح شهادتهما؟ لا، الذي لا يصلي ليس بمسلم، ولا تقبل شهادة الكافر. الذي يتعمد ترك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح. الذي يتعمد ترك الصلاة كافر، لأنها ركن تأتي بعد الشهادتين، الصلاة بعد الشهادتين الركن الثاني من أركان الإسلام. الذي لا يصلي ليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه ناقض شهادته بتركه للصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يعرف بعضهم العقد العرفي بأنه العقد الذي فيه ولي وشاهدان، لكن لا يكتب عن طريق النظام وعن طريق المحكمة، هل هذا العقد صحيح شرعا؟ إذا تمت شروطه، تكاملت شروطه، فهو صحيح، وإن لم يعقد في المحكمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا يعقدون عقد النكاح بغير شهود، لأنهم يقولون لا يصح عندنا حديث في مسألة الشهود، فهل هذه العقود صحيحة؟ وهل هم يحكمون على الحديث؟ يعني هم عندهم ما يصح حديث؟ نعم، لا يصح حديث في الشهود، يقول لا يصح. هم محدثون علشان يؤخذ كلامهم، هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ليس لهم كلام وليس لهم قول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة كافرة ثم أسلمت، فمن يكون وليها؟ هل يكون وليها هو أبوها الكافر أو من؟ السلطان، يكون وليها السلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أمي تريد أن تتزوج، ولكن ولي أمرها هناك يرفض ذلك، هل لها أن تزوج نفسها حيث إنه لا يوجد سلطان في بلدنا؟ السلطان في بلدكم هو رئيس المركز الإسلامي، المركز الإسلامي يقوم مقام الحاكم، ترجعون إليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شهادة الفاسق في النكاح هل هي صحيحة لعقد الزواج؟ لا في النكاح ولا في غيره، الفاسق لا تقبل شهادته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن النكاح بدون شاهدين أنه عقد باطل، في هذه الحال لو حصل هذا الأمر هل يفرق بينهما أم أنهما يبقيان معا ويصحح العقد بشهود؟ صحح العقد بشهود، لكن لا بد أن يتولى هذا القاضي أو رئيس المركز الإسلامي إذا كان البلد ليس فيها قضاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظكم الله تسأل عما يسمى بزواج المسيار، يقول أحدها: قد توفر فيه الولي والشاهدان، فهل يكون عقدا صحيحا؟ لا، هذا متعة، المسيار متعة، يعني إنما يتزوجها فترة سفره، أو يسمونها المسفار، زواج المسفار يعني فترة السفر فقط، هذا متعة ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن تعمل المرأة كمأذون شرعي، مأذون أنكحة، لكتابة وتوثيق عقود الزواج؟ لا يجوز، هذا حرام، ولا يجوز إلا رجل، إلا رجل، ولا تكون المرأة تقوم مقام الرجل في هذا، وإن أفتى به من أفتى في هذا الوقت فهذه فتوى غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حضر عقد النكاح مجموعة من الناس فهل يجب تعيين شاهدين أم يكتفى بحضور هؤلاء؟ لابد من تعيين شاهدين، لابد من تعيين شاهدين على العقد، ولا يقال هذا عقد في مجموعة من الناس، لا، لابد من تعيين شاهدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول إنها حريصة على تعاليم دينها، وتسأل تقول: كيف تتزوج المرأة إذا أسلمت، إذا كان أقاربها لا يصلون وبعضهم كفار، ورؤساء المراكز الإسلامية هناك لا يشترطون إذن الولي لأنهم على مذهب أبي حنيفة، فماذا تصنع هي؟ نعم، المركز الإسلامي يقوم مقام السلطان في بلده، نعم، على مذهب أبي حنيفة، هذا مذهب صحيح، مذهب أبي حنيفة مذهب صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقال بأن الكفاءة في النكاح تكون في الدين فقط دون نظر إلى نسب، كزواج بلال رضي الله عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف؟ نعم. يقول: هل يقال بأن الكفاءة في النكاح تكون في الدين فقط دون نظر إلى نسب، كزواج بلال رضي الله عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ هذا يرجع فيه إلى القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان للمرأة أكثر من أخ فمن يكون وليها في النكاح من بينهم؟ من؟ إذا كان للمرأة أكثر من أخ فمن يكون وليها؟ أكثر من أخ. إذا كان أكثر، إذا كان للمرأة في النكاح أكثر، لا، أكثر من أخ، أي نعم، أكثر من أخ فمن يكون وليها في النكاح من بينهم؟ بعد وليها، فمن يكون وليها؟ لا، افضل روحك، عجيب. ها؟ فمن يكون وليها، يكون ولي المرأة، وليها، نعم، فمن يكون وليها؟ ايه، الاسم ضمير الشأن، يقولون ضمير الشأن، وهذا خبرها منصوب. نعم. فمن يكون وليها في النكاح من بينهم؟ إذا كان لها أكثر، أكثر من أخ، أكثر من أخ، نعم،
حدهم حداهم إذا قام به أخوها وهو كفء للولاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لولي المرأة أن يطلب من رجل أن يتزوج بابنته؟ إيه نعم، يخطب لابنته زوجا، هذا طيب، يختار لها زوجا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرحم الذي نصله سيء الخلق ولا يقبل النصيحة، فكيف نصله في هذا الأمر؟ إيه نعم، صلوه ومروه بقبول النصيحة وناصحوه ولا تيأسوا من صلاحه وعودته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا كان الخاطب الأول ليس كفأ؟ لا يجوز هذا، لما دام مسلم فلا يجوز أن تخطب على خطبته، الخطبه على خطبته، لا تخطب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبته حتى يقبل او يرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح انه من كان في ارض حرب او اثناء الجهاد لا يجوز له ان يتزوج بامراه؟ ما المانع؟ يعني خشية النسل يكونون في بلاد الكفار، إذا خشي على نفسه يتزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك حد للمهر من ناحية القلة، حيث إن بعض الأولياء يقول: أنا أرضى بمهر ريال لابنتي؟ لا، ما يظلم صداق مثلها ولا يظلمها، يقول بريال بريالين، لا، صداق مثلها، لأن هذا حق لها لا يظلمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، لا سيما إذا كان الولي قد يؤخر زواجها بدون سبب وقد يعضلها؟ لا يا أخي، ترجع للقاضي ولا رئيس المركز يزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد، هل المقصود بالوكالة هنا أن يكون هو الولي عنهما؟ يكون هو الولي، ويكون أيضا هو الطرف الثاني، تولى طرفي العقد، الإيجاب والقبول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالحجز في النكاح أو التحجير في النكاح، كمن يقول: إن ابنتي فلانة هي لفلان فقط؟ هذا من أمور الجاهلية ولا يجوز، ولا يجوز هذا، ولا تحجير في الإسلام على ابن عمها وعلى فلان، لا، ما يجوز له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم تزوجت من رجل آخر لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول لكن دون اتفاق مع الزوج الأول، فما حكم هذا النكاح؟ إذا ثبت أن هذا المقصود فهذا لا يجوز، أما إذا ما دام لم يثبت فيبنى على ظاهره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذهب رجل إلى علاج أو دراسة وخاف من الفتنة في ذاك البلد وأراد أن يتزوج مدة إقامته هناك، فما حكم هذا الزواج؟ هذا الزواج متعة ولا يجوز، هذا الزواج متعة ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان ولي المرأة يترك الصلاة أحيانا ويؤديها أحيانا، فهل يصح عقده للنكاح؟ لا،
اللي يترك بعض الصلوات متعمدا ليس له دين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل لولي المرأة أن يأخذ لنفسه شيئا من الصدق؟ لا، أبوها نعم، أبوها يأخذ ما شاء من صداقها، أما غير أبيها فلا يأخذ منه شيئا إلا بإذنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها إذا كان سيء الخلق؟ هل يحق لها أن تطلب ذلك؟ نعم، إذا كان يسيء الخلق عليها فلها أن تطلب الطلاق منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل تقول: هل يجب على الزوج أن يسكن زوجته في بيت مستقل عن أهله؟ نعم، إذا طلبت ذلك فهذا حق لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: زوجة توفي زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج من المنزل لأجل حضور الأفراح والمناسبات حال إحدادها؟ لا، ما تخرج إلا لحاجة، تخرج لحاجة وفي النهار أيضا، شرطين: أن يكون خروجها لحاجة لا بد لها منها ولا هنا أحد يقضيها، والشرط الثاني أن يكون ذلك في النهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا امتنعت الزوجة من السفر مع زوجها فهل تكون بذلك ناشزا يسقط عنه النفقة؟ ألا فيه تفصيل، يعني فيه تفصيل، إذا كان السفر بها عليها خطر ولا تخاف لها الحق في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم امتناع المرأة عن إجابة زوجها للجماع بسبب حالة لها نفسية؟ تعالج حالتها النفسية تجيب زوجها، ولا يحل لها أن تمتنع من زوجها، لكن تقول عندها مرض نفسي، هذا عذر تعالجه، فإذا زال فإنها تجيب زوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التصفيق للرجال من أجل تشجيع الطلاب في الفصل؟ لا يجوز هذا التصفيق للنساء، إذا نابكم شيء فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، التصفيق للنساء وليس للرجال إلا من يتشبه بالنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما نصيحتكم للمسلمين الذين يسكنون في بلاد الكفار ولا يقدرون على الهجرة؟ يبقون فيها مع التمسك بدينهم إلى أن يستطيعوا الهجرة، الله جل وعلا استثناهم في القرآن حتى يزول عذرهم فيهاجروا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعذرهم الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه مجموعة أسئلة، يقول أحدها: في ضوء ما حدث في نيوزيلندا من إرهاب على المسلمين وقتلهم وهم في المسجد لصلاة الجمعة، ما موقف المسلم الشرعي حيال ذلك، وما الواجب عليه أن يعمل؟ أن يعمل ما يستطيع لإزالته، إذا كان ما يستطيع يزيله يسأل الله جل وعلا الفرج للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب محب للاستقامة، لكني قد ابتليت بذنب لا أستطيع أن أنفك عنه، يقول، وهو العادة السرية والنظر إلى المقاطع المحرمة، يقول: ما نصيحتكم لي فقد يئست من هذا الذنب ومن التوبة فيه،
حيث إنني أذنب ثم أتوب ثم أذنب هكذا. نعم، إذا أذنبت فكرر التوبة، كل ما أذنبت تكرر التوبة ولا تيأس من قبول التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من قام إلى صلاة الفجر قبيل خروج الوقت فهل يصلي السنة الراتبة أولا أو يبدأ بالفريضة؟ يصلي الفريضة إذا كان ما يتسع الوقت، صلي الفريضة، والسنة يصليها بالنهار، صليها إذا ارتفعت الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النجاسة التي خفي موضعها من الثوب، ما كيفية إزالته؟ يغسل الثوب كله إذا كان الثوب فيه نجاسة متيقنة ولا يدري أين موضعه، أو الفراش فيه نجاسة متيقنة ولا يدرى أين موضعها، أو البقعة فيها نجاسة ولا يدرى أين موقعها، فإنه يطهر المكان أو الفراش أو الثوب كله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم اقتناء الإناء من الذهب أو الفضة دون استعمال له؟ حرام، حرام اقتناؤه ولو كان لا يستعمله، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سنية الاستياك عند الصلاة، سنية الاستياك عند الصلاة، نعم، هل هو خاص بالصلوات المفروضة أو عام لجميع الصلوات؟ جميع الصلوات. يتأكد السواك في ثلاثة مواضع: لمن قام من الليل، عند القيام من الليل، وعند تغير رائحة الفم، وعند بعد كثرة الكلام، بعد كثرة الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يباح للمرأة الحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وفيها آيات قرآنية؟ نعم، لا بأس بذلك لحاجتها إلى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يقول: إذا دخلت المسجد قبل الأذان وصليت ركعتين تحية المسجد، إذا أذن المؤذن وفرغ من الأذان، فهل يشرع لي أن أقوم وأصلي ركعتين مرة أخرى؟ نعم، نعم، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة صلي بينهما، ولو كان قد صلى يوم دخوله، عند دخوله للمسجد. نعم، لأن هذا سبب آخر غير الدخول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أيهما أفضل، قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أو بعدها؟ في أول النهار، تقرأ في أول نهار الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: البحار الذي يسافر في البحر مدة أشهر من أجل الصيد، هل يقصر الصلاة أم يجب عليه الإتمام، علما أنه لا يجلس في مدينة إلا أياما قليلة فقط ثم يرجع إلى البحر مرة أخرى؟ الذي يخرج من بلده ولا يقصد جهة معينة تبلغ 80 كيلو، ما يدري وين يصير به وين ينزل به، هذا ما يقصر الصلاة، ما يقصر الصلاة، لما يعرف مسافة ما سيذهب إليه، 80 كيلو فأكثر، إذا كان ما يدري وين بيصير به ما يقصر الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار؟ إيه نعم، الأعقاب مؤخرة، مؤخرة الرجلين، لأنه يغفل الإنسان عند الوضوء من وصول الماء إليها إلا إذا تعاهدها، فيحرص الإنسان على أن يبلغ عقبيه بالماء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الأفضل للمؤمن في هذا الزمن؟ هل هو العزلة أو مخالطة الناس؟ هذا فيه تفصيل. الذي في مخالطته للناس مصلحة دينية بأن ينكر ويعظ ويذكر، هذا يجب عليه الاختلاط. وأما الذي لا يقدر على ذلك فالعزلة يجب عليه أن يعتزل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا في بلدنا عدد من المقابر فيها قباب ومزارات شركية وبدع كالتبرك والطواف والذبح، سؤاله: هل يشرع فيها ما يشرع في غيرها من زيارة شرعية للموتى والدعاء للأموات هناك؟ ما يزورها إلا من ينكر ويبين، أما إذا ما ينكر ولا يبين فلا يزورها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بجوار زوجها في الصف نفسه؟ ما تكون محاذية له، تكون خلفه. نعم، ولا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما علاج الوسواس في الطهارة وفي الوضوء؟ علاجه بتركه، ترك الوسواس ولا يلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان علي كفارة يمين ولم أستطع إطعام المساكين، فهل أصوم 3 أيام متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ لا، في قراءة: الصيام 3 أيام متتابعات، يشترط التتابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تغيير الشيب بغير السواد سنة؟ نعم، تغييره بغير السواد سنة. نعم، غيروا، قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اعتياد التهنئة بيوم الجمعة وقول جمعة طيبة أو جمعة مباركة، لا أصل له هذا، لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ضوابط التبديع للمعين؟ وهل يقول يبدع كل أحد أم هو خاص بالعلماء؟ خاص بالعلماء اللي يعرفون البدعة من السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ نعم، إذا كان يحتاج إلى الجمع يجمع. الجمع يباح لثلاث حالات: للمريض وللمسافر وللعاجز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المتمتع الذي حج متمتعا ولم يجد الهدي، لو صام 3 أيام بعد أيام التشريق فهل تجزئه؟ تجزئه قضاء. نعم، تجزئه قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته الجماعة في مسجد الحي، فهل يجب عليه أن يذهب إلى مسجد آخر يدرك فيه الجماعة؟ إذا كان قريبا ويستطيع الوصول إليه يجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المأموم إذا لم ينتهي من قراءة الفاتحة وقد ركع الإمام، فهل ينتظر حتى ينهيها أم يركع مع الإمام؟ يركع مع الإمام، تكفي قراءة الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح إمامة القاعد للقائم؟ لا، هذا عاجز عن ركن، عاجز عن ركن، إلا إمام الحي، إمام الحي الراتب، إذا اعتل فإنه إن بدأ الصلاة قائما
ثم اعتل وجلس يكملونها قياما، وإن كان بدأ الصلاة بهم قاعدا فيقعدون. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وفي رواية أجمعون بالواو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم دفع الزكاة للوالدين لأجل شراء منزل؟ لا يجوز، لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، طرفي النسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي إلى أختي الفقيرة؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتمار والحج عمن مات منتحرا؟ إيه نعم، هو مسلم، هو مسلم، وانتحاره هذا كبيرة لا تخرجه من الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تجاوز الميقات وهو لم ينوي العمرة، ثم لما وصل مكة نوى العمرة، فهل يلزمه أن يخرج إلى الحل؟ إيه نعم، ما يحرم إلا من أراد العمرة داخل مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وأدنى الحل التنعيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من شك في شخص أنه قد أصابه بالعين، فهل يحل له أن يطلب منه ماء أو وضوءا؟ ما في مانع، ما في مانع. نعم، لأجل يزول عنه الشك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف؟ ذهب بذهب، ذهب بريالات، إيه ولو كان، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. لابد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: ما حكم تركيب ما يسمى بالأظافر الصناعية للمرأة؟ حرام، هذا وصل، هذا من الوصل المحرم، لعن الواصلة والمستوصلة سواء في أظفارها أو في شعرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم شراء القطط؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: عدم الاستواء في الصفوف، في صفوف الصلاة، وترك فراغات بين المصلي والآخر، يقول: ما النصيحة في ذلك؟ يجب على الإمام، هذا واجب الإمام، إنه يحث على سد الفرج وعلى تواصل الصفوف وعلى محاذاة المناكب والأكعب، إذا تحاذت المناكب والأكعب اعتدل الصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا تاجر أتاجر في بعض المواد، فهل يجوز لي